أسواق متهالكة وشبه خاوية على عروشها جراء الأسعار المرتفعة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني. هذا هو سوق خضار مخيم الحسين، وهو من أكثر الأسواق شعبية والذي يرتاده المواطنون لأسعاره الزهيدة مقارنة بغيره من الأسواق. يشكو زبائنه وتجاره، فالأول من ارتفاع الأسعار، والأخير من قلة البيع وعزوف المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار. الخضار والفواكه غالية، بالذات الفواكه أسعارها نار، والخضار أسعارها غالية كمان. يعني الواحد ما انت عارف، نص الشعب موظفين ويدوبه قادر يستر أموره، بيجي ينزل على الخضرة، نص الخضرة بنشتريهاش لأنه معناش، بتختصر بلاش هاي بلاش هذيك. فواكه بدل ما تشتري صنفين ثلاثة لأولادك تشتري نص صنف، صرت يعني اللي كنت تشتريهن بتصير تشتري صنف واحد ونص الكمية، وشو بدك تسوي؟ بدك تستر حالك. بالنسبة لأسعار الخضار، بما أني تاجر هون بالسوق وصلنا الحج فاتح البسط أكثر من 20 سنة، بتناول أيدي يعني الجميع. يعني بتحكي مرات الخضار بصير فيها غلاء لما بصير في شتاء، بطل في قطاف للبضاعة فبترتفع شوي. أسعار فواكه منيحة متناول أيدي الجميع، وحتى مرات يعني بتكون أقل من أسعار الخضار في بعض الفواكه، خاصة الفواكه الموسمية تاعتها مثل الحمضيات وغيرها. أسعار الفواكه مرتفعة وليس بالإمكان شراؤها، أما بالنسبة للخضار فقد تفاوتت أسعارها من سلعة إلى أخرى بحسب المواطنين. والله الفواكه شوي غالية، أما الخضار خلاص صارت منيحة يعني برخص التراب، بس الفواكه غالية. يعني الكيلو المانجا ولا كيلو الجوافة ولا الفراولة، يعني الناس مش كلها بتقدر تشتريها. أما البرتقال، التفاح، الموز في متناول الأيدي. يعني أسعار الفواكه غالية كتير، يعني حتى للمواطن ما بقدر يشتريها، صارت زي بس زي اللحمة، ما تدخل دارهم إلا بس أنا يعني بيجي بيشتبوش، أو حتى لو ما يشتبوش بياخذوا بالحبة وبالحبتين. صار لم يقتصر ارتفاع الأسعار على المشتقات النفطية واللحوم وإيجارات المساكن وأجور النقل والمواد التموينية والرسوم الجامعية فحسب، وإنما أيضا على أسعار الفواكه والخضار. أسعار مرتفعة ودخل محدود، والمواطن بين مطرقة الحكومة وسندان الحكومة أيضا. أسعار الفواكه باتت تحرق جيب المواطن كالنار، ولا يراها المواطن إلا بالمناسبات كاللحمة. أما بما يتعلق بالخضار فتتفاوت أسعارها ما بين سلعة وأخرى على حسب تعبير المواطن، ولا أحد في هذا السوق مرتاح. المواطن يئن من ارتفاع الأسعار، والتاجر يشكو قلة البيع. لفضائية الحقيقة الدولية، حمزة المعلم.